صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر، دايما في متابعة خاصة لأحوال الطرق من غرف العمليات المختلفة للإدارات العامة للمرور، وتحديدا النهاردة في الإدارة العامة للمرور. خلينا نتكلم بالمحاور الرئيسية، طبعا الدائري، هنتكلم على جزء مهم جدا للدائري. خلينا الكاميرا تتحرك ناحية للدائري البحر الأعظم. لو رحنا ليه ناحية الدائري البحر الأعظم هنلاقي إن فيه في الاتجاهين سيولة مرورية عالية جدا، هنلاقي كمان ان في النزله الخاصه بالبحر الاعظم في سيوله مروريه عاليه جدا، هنلاقي الناحيه الثانيه من نزله البحر الاعظم هنلاقي في اصلاحات بتتم بالفعل كمان في الدائري عشان توسعه الدائري وتسهيل كمان يعني الطرق على المواطنين. هنلاقي في الناحيتين في اصلاحات الحقيقه، وكان بقى لها فتره شغاله وفعلا دي فرقت مع الناس، يمكن اللي بيرتاد الدائري على طول هيعرف ان الجزء ده فرق فعلا جدا خصوصا بعد الاصلاحات الجديده. هنتحرك بعد كده من البحر الأعظم بالشاشة اللي جنبها وهي منزل المريوطية. منزل المريوطية زي ما احنا شايفين اهو، فيه هنلاقي سيولة مرورية في الاتجاهين، هنلاقي كمان انه كمان ده تحت كوبري منزل المريوطية او ده الجزء الخاص برضو بالدائري، هنلاقي كمان الناس تقدر تتحرك من تحت في سيولة مرورية عالية جدا. يمكن منزل المريوطية ده اللي بيوجه ناحية جزئين مهمين جدا، هو الجزء الخاص للوصل الدائري اللي بتودي على الرماية والواحات، والجزء الآخر اللي جاي من المعادي، هنلاقي برضو زي ما احنا شايفين كده في سيولة مرورية عالية جدا. لو اتنقلنا كمان للشاشة اللي بعدها على طول، وده الجزء الخاص اللي كنا بنتكلم عليه وهو جزء الرماية والواحات وطريق الصحراوي، ده ايضا جزء خاص بالدائري، هنلاقي زي ما احنا شايفين في الاتجاهين، في الاتجاه اللي متوجه ناحية الرماية والواحات وناحية 6 اكتوبر هنلاقي في سيولة مرورية عالية جدا. كمان المنزل الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي في سيولة مرورية عالية جدا. اما الجانب الثاني اللي جاي بقى من 6 اكتوبر وجاي من الرماية ومتوجه ناحية الهرم ومتوجه ناحية المعادي، هنلاقي فيه فعلا يعني ايه كثافة مرورية متوسطة، يمكن ده طبيعي في الوقت ده خصوصا انه بعد ما الناس خلاص ابتدت تروح اعمالها او ابتدت انها توصل اولادها المدارس وتحرك على اعمالها، فهنلاقي فعلا في كثافات مرورية متوسطة، فممكن نقدر نتفادى الطريق ده اللي هو الرماية والواحات من على الدائري عن طريق ممكن الوصلة الجديدة الخاصة بطريق الواحات في 6 اكتوبر نقدر نستخدمها عشان نتفادى هذه الكثافات المرورية. كمان دلوقتي خلينا نتحرك على الشاشة اللي تحتها على طول، وهو ده أيضا محور مهم جدا وهو محور 26 يوليو. محور 26 يوليو من المحاور الرئيسية، نتكلم على الجزء الخاص متوجه ناحية المحور ناحية 6 أكتوبر، هنلاقي فيه سيولة مرورية عالية جدا. كمان النزلة دي اللي نازل من الدائري متوجه ناحية نزلة محور 26 يوليو في سيولة مرورية عالية جدا، فالمتوجه ل 6 أكتوبر يقدر يتحرك دلوقتي من الطريق ده هيكون في سيولة مرورية عالية. أما اللي قادم من 6 أكتوبر عن طريق المحور، المحور نفسه فيه سيولة مرورية، إلا زي ما احنا شايفين في آخر المحور هنلاقي فيه كثافات مرورية موجودة. طبعا ده طبيعي بطبيعة المكان وطبيعة اللي بتحرك في الطريق ده، دايما بيكون فيه كثافات مرورية، ولكن هي مش كثافات مرورية عالية، هي متوسطة ومن الممكن إن احنا نقدر نتحرك ما زلنا على الطريق ده. لو رحنا كمان الشاشة اللي جنبها بالظبط على يمين الشاشة هنا هنلاقي فيه طريق هام جدا وهو طريق سما تاور، وهو الطريق ده اللي نقدر نتحرك منه على ناحيتين، سواء ناحية المتوجهة ناحية الأوتوستراد أو المتوجه ناحية الأوتوستراد المعادي أو أوتوستراد مدينة نصر، فده الجزء الخاص بالأوتوستراد من ناحية سما تاور، هنلاقي بالفعل فيه سيولة مرورية على جميع النواحي سواء اليمين أو الشمال المتوجه ناحية المعادي أو العكس. لو جينا للشاشة اللي جنبها على اليمين كمان، وده الجزء اللي بيوصل منه جزء سما تاور لجانب الاوتوستراد، هنلاقي بالفعل في سيوله مروريه، يمكن ده الطريق ده بيوصل على ده بالظبط، السيوله المروريه ما زالت مستمره على طول الطريق كله سواء ناحيه المعادي او ناحيه مدينه نصر. علشان كده يعني يمكن دي محاور رئيسيه دايما بنتابعها مع بعض عشان نقدر نحدد المواطنين ان هم يتحركوا في الطرق الانسب بالنسبه لهم، ولكن النهارده زي ما احنا شايفين يمكن جميع الطرق او معظم الطرق في حقيقه الامر فيها سيوله مروريه، الا بعض الحاجات اللي نقدر نقول عليها فيها كثافات مرورية متوسطة نقدر نتفاداها بعدة طرق أخرى. والآن أعود إليكم مرة تانية. شكرا جزيلا زميل عزيز، بشكرك على كل هذه المتابعات كريم بيبرس، كنت معنا من الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.